متتبعي قناه افاس باريس، مرحبا بكم في هذه الحلقه جديده من برنامج كازي سيتي. في هذه الحلقه غادي نناقشوا مشكل تاع الوضعيه الكارثيه اللي تتعرفها مجموعه من المقابر، ليست فقط على مستوى الدار البيضاء لوحدها بل على مجموعه من المدن المغربيه. هناك جمعيات طوعت منذ سنه 2013 بالقيام بحملات تنظيف المجموعه من المقابر داخل الدار البيضاء وخارج الدار البيضاء، وهي جمعيه الرحمه للاعمال الاجتماعيه والتضامن. نستضيف في هذه الحلقه الرئيس ديالها سي احمد مرزاق من اجل مناقشه اولا الوضعيه تاع هذه المقابر على مستوى مدينه الدار البيضاء، وكيف جات فكره قيام بحملات تنظيف داخل المقابر، واش كاين شي تنسيق بينهم وبين المجالس المنتخبه. سي احمد مرزاق مرحبا بك. بارك الله فيكم وشكرا لكم انفاس البريس على الاستضافه ديال هذا الاعمال اللي كنقوموا بها. اولا كيف جات فكره ديال انكم ديروا حملات تنظيف المقابر تاع جهاز الدار البيضاء؟ الفكره ديال تنظيف ديال المقابر اللي جاتنا انه كنشوفوا الامور المزريه ديال التنظيف ديال المقابر، واضطرينا نديروا واحد الجمعيه اللي تنهض بهذه الاعمال اللي كنقوموا بها في تنظيف ديال المقابر. ولكن كيف جات الفكره في الاول في الاساس يعني؟ الفكره جات من عند الوفاه الام ديالي، كنمشي نزورها وكنشوف واحد الامور اللي صراحه كتالم وكتاسف في المقبره اللي متواجده فيها الام ديالي، واضطريت انه ندير حتى الجمعيه اللي جمعيه الرحمه الاعمال الاجتماعيه والتضامن، اللي كلها الحمد لله تضامن، كنا نتضامنوا مع الاموات ديالنا. يعني فاش مشيتي تنتي الوالده ديالك بالك الوضعيه تاع المقابر ما لا تسر، فكرت انك دير واحد الجمعيه باش تحاول شويه تخفف من هذا المشكل؟ ضروري انه باش تخفف هذوك الامور ديال الازبال وديال الاعشاب الزائده وبعد الترميم ديال القبور اللي ما بقاوش كيبانوا، اضطرينا انه نديروا واحد الجمعيه ونتخلصوا في التنظيف ديال المقابر. اش من عام هذا تقريبا؟ 2019. يعني من 2019 ل 2022 انتم تديروا الحملات، شحال من حملات تقريبا درتوا في هذه السنوات؟ في هذه السنوات عده مقابر داخل تقريبا شحال؟ تقريبا غتكون شي 43 تقريبا مقبره. وتتركزوا على المقابر الكبرى ولا ايضا المقابر الصغرى اللي كاينه في الدار البيضاء؟ لا، كنركزوا على جميع المقابر حيت الاموات كلهم كنهتموا بهم، لا في المقابر الصغرى لا في المقابر الكبرى، عندنا عده مقابر. وكاين شي تنسيق مع المجالس المنتخبه؟ لا، ما كيكونش عندنا تنسيق مع المجالس المنتخبه، عندنا غير كنعطوا الاخبارات ديالنا للسلطات، والامن والدرك الملكي الحمد لله اللي كيكونوا معنا في الحمله ديال النظافه، وكنزولوا العمل ديالنا. وبالنسبه للدعم كيفاش تحصلوا على الدعم؟ الدعم ما كناخذوا حتى شي دعم من شي جهه، الا كيكون واحد الدعم ديال المكتب مخصص حتى المبلغ ديال المكتب ديال الجمعيه وبعض الاعضاء وبعض المحسنين اللي كيزودونا بالمعدات. واش تقريبا واحد يكون في هذه الحمله هذيك كل حمله؟ كل حمله وكتكون سميتو العدد ديالها كتقدر تكون 70 60 50 كل مره والعدد ديالها على حسب العدد الافراد ولا العدد ديال لا العدد المشارك في هذه الحملات تقريبا؟ في هذا العدد يعني 70 فرد يكون مشارك في الحمله؟ مختلف الاعمار. وغير من اثر اعضاء من الجمعيه ولا من ستنفتحوا على المتطوعين اخرين؟ لا، كنفتحوا على المتطوعين، كيكونوا الاعضاء ديال الجمعيه وكيكونوا حتى العائلات ديالنا والزملاء ديالنا والاصدقاء ديالنا وحتى الناس اللي كيشوفونا في مواقع التواصل كيحضروا معنا. وانت يعني دابا دخلتي في هذا المجال تاع الحملات النظافه، بالنسبه لك علاش كاين هذا الفرق ما بين الوضعيه تاع المقابر تاع المسلمين ومقابر مثلا تاع اليهود وتاع النصارى؟ علاش؟ كاين فرق كبير حتى هنا كيبان لي ما كاينش المحاسبه وما كاينش المراقبه على ديال الامور ديال المقابر. الاموال اللي كتكون مثلا المداخل ديال المقابر ما كيصرفوهاش كما كنقولوا هي هذه، فهمتيني؟ كتلقى اول حاجه ما كتلقاش السيكيريتي مثلا في المقابر، ما كتلقاش الناس اللي كيكونوا مراقبين هذوك القبور باش ما يتهرسوش باش ما يبقاش لهم الرؤيه واضحه، ونفس الوقت ما كاينش الاهتمام الكبير. وبالنسبه لكم الوضعيه تاع المقابر كيفاش نخرجوا من ان تتوالى المقابر اللي تكون تحترم كرامه الموتى وكرامه الاحياء اللي تيجي يزوروا الاموات هذه؟ خاص تكون كما كنديروا نديروا جهود ديالنا حنا كاملين باش نعطوا المقابر ديالنا واحد الصوره اللي جميله، حيت صراحه كاين المقابر كثيره في المغرب لا تسمح اللي تسميها كما كنقولوا مقبره. وانتم النشاط ديالكم الانساني رابطينه غير بجهه الدار البيضاء ولا مفتحين على التراب الوطني؟ لا، مفتحينه على التراب الوطني، بجميع المقابر كنمشيو لهم، عندنا عده مقابر خارج مدينه الدار البيضاء بحال مثلا الناظور، الرباط، برشيد، مراكش، واحد ديال زرقطن،
عندنا بزاف المقابر الصطاد، عندنا بزاف المقابر. ولكن كيما الملاحظه ان رغم هذه الحملات اللي تديروا نتوما اللي تتبقى حملات اللي هي يعني مستحبه، دائما الوضعيه تاع المقابر ماشي مزيانه. يعني اذا الامر بعد يقول بان الامر تحتاج هذه الحملات، ولكن تخص واحد الاراده والسياسه باش نهتموا بهذه المقابر تاع المسلمين. ضروري خص تكون واحد السياسه وتكون واحد الجديه في المقاول كما كنقولوا، السيد اللي كيكون مكلف في هذه المقبره. اول حاجه كاين واحد النقطه اللي خص نشيروا لها، انه خص يكون كاحتكار ديال المقبره كيكون مقاول واحد، خص يكونوا ثلاثه مقاولين ولا اربعه مقاول. بحال مثلا المقاول دابا كيكون مختص في ترميم ديال القبوره مثلا ديال الدافر، ولا ديال الاصلاح القبور اللي كيكونوا مثلا العائلات كيبغيو يخلصوا القبر بواحد المبلغ باش كيبني عليه وداك الشيء. خاصها تكون حد ثلاثه المقاولين، تكون ثلاثه الشركات وسط المقبره، حيت كل واحد خاصو يعطي واحد المكان. ما يمكنش يكون غير مقاول واحد اللي كيحتكر السوق اللي كيقول لك اثمنه خياليه، ونفس الوقت ما كتلقاش الجماليه كيما بغيتيها في المقابر اللي كنشوفوها في الاجانب، ما كنلقاوهاش في المقابر ديالنا. وخاصها تكون بعد يقول بان خاصها تكون نفس طريقه البناء تاع المقابر تكون موحده، ماشي كل واحد باني على الذوق ديالو. الصراحه انا مشيت للمارتيل شركة عندي واحد الزيارة تما، مارتيل صراحة كنتفاجئ كنشوف الترميم ديالها، ولكن مكلفة بها جمعية، مكلفة فيها جمعية منها فيها سيكيورتي، الماء ما كيتباعش، كتمشي كتاخد الروبيني كاين تما، أي حاجة بغيتيها كتلقاها في ديك المقبرة، كتدخل وأنت مرتاح لها. أول حاجة كتمشي ما كتلقاش ديرونجمون مع المتسولين والمتشردين وداك الشيء، ونفس الوقت كاين كاميرات المراقبة لا بعد الامور ديال الشعوذه ولا الامور ديال كتكون مراقبه، وكاين الترميم ديالها بحال الجماليه زوين. تقدرت على المتسولين، الناس يقولوا ان باش شي وحدين مابقاوش يبغوا يزوروا والديهم ولا الاقارب ديالهم، يعني ما تيديرونجيهم هذوك المتسولين. بالنسبه لكم انتم كجمعيه واش عمركم طرحتوا هذا المشكل للنقاش؟ الحمد لله هذا المشكل هذا بغينا كنمشيو للمقبره منا كنديروا التنظيف ديالها، ومنا كنديروا امور اخرى تحسيسيه، ومنا الترميم ديال القبور اللي كيكونوا معمولين وداك الشيء كنديروا لهم الترميم ديالهم باش كتبان الرؤيه ديالهم. وتابع الاخوان اللي كيكونوا تما كاين اللي كيمشيو مثلا كينقيو القبورات المتسولين اللي كنقولوا، راه كنمشيو كنخلوا واحد الميساج حتى ذوك الزوار اللي كيجيو ما يتخوفوش، انه راه المقبره فيها متسولين، ما خصكش تمشي، راه كاين الكريساج. الحمد لله كنلقاو التنسيق مع الجهه الدرك الملكي ولا الامن، كنعطيهم بعض المعطيات، والحمد لله المقبره الغفران شفنا فيها واحد التغيير بالدرك الملكي اللي كاين دوريات كيدخلوا للمقبره، الحمد لله هادشي كيفرح. درت على جبتي مقبره الغفران، وقع واحد المشكل فيها على مستوى الدفن مؤخرا، اشني القصه تاع هذه القضيه؟ المشكل ديال سميتو حنا ما عارفينش ديك الامور الداخليه ديال المقبره، ولكن الحمد لله راه كاين التدارك دابا. الحمد لله راه سمعنا وقال فاعل خير اللي عطى واحد 100 هكتار للدفن، نتمنوا من الله يكون هذاك ال 100 هكتار ما يخلصوش البقع اللي كتكون كما كنقولوا كتباع. ما بغيناش هذيك البقعه اللي كتباع، بغينا هذاك الارض اللي هدا هذاك تكون جميع جميع السميتو. وهذوك مثلا اللي غيكونوا بقع ارضيه اللي غتكون في المقبره ما فيها باش يديروا شي مقبره اللي خاصه بهم. ما يمكنش انا مثلا غتمشي تاخذ حد بقعه فيها 12 متر ولا 13 متر ولا 14 متر، حيت كيكونوا فيها 12 واحد اللي كيدفن، وكاين الصغار اللي كيكون فيهم 3 الناس. ما يمكنش تشري بقعه وما كاينش الوفاه ديال واحد من الافراد ديال العائله ديالك وتبقى خاويه. وهاد قضيه الثقافه تاع شراء البقع ولات انتشرت بزاف في السنوات الاخيره بزاف، وكنتاسفوا لها حنا كمجتمع مدني وكجمعيه كنتاسفوا لك الامور، حيت خاص يكون المامات ديالنا يكون بحال يعني خاص الناس يتخوفوا بان ربما تكون شي من السنوات او العقود المقبله ازمه على مستوى المقابر تيشريوا هذا القطاع الارضي باش يدفنوا. هذا هو الاشكال. بالنسبه لكم انتم واش غادي النشاط ديالكم يبقى غير في اطار هذه الحملات تاع التنظيف، ولا انكم تتفكروا انكم تدخلوا في مجال اخر وهو التنسيق مع المجالس المنتخبه كما قلتي تتكلفوا باحدى المقابر تاع الدار البيضاء الكبرى؟ الصراحه المجالس المنتخبه ما كما كنقولوا ما بقاش فيهم هذيك كما كنقولوا هذيك الثقه اللي غتمشي تعطيها مثلا تخدم معاهم ولا غتجاري معاهم. واش هما اللي فيهم الثقه ولا انتم اللي ما فيكمش الثقه؟
لا كيكونوا هما مثلا تقريبا كيكونوا بعض الوعود كاذبه ما يمكنش تتجاري معاهم في هذه الامور. حنا دابا مثلا حنا كجمعيه تقريبا من 2013 محتاجين مقر، محتاجين بزاف في الامور اللي غنزيدوا نطوروا مثلا المتطوعين في هذا المجال ديال تنظيف المقابر. وكاين عندنا مجالات اخرى كنخدموا فيهم، بغينا مازال هذه الجمعيه هذه نكبروها ويكون عندنا فروع في جميع المناطق ديال المغرب. وتقوموا في اطار حملات التنظيف، تقوموا بمساله تحسيس هذوك الزوار تاع المقابر بالحفاظ على النظافه ديالها. كيكون كيكون حد كما كنقولوا كنقسموا ليكيب، كاين ليكيب اللي كتكون تحسيس الزوار باش ما يبقاوش يرموا الزجاج ديال تما والازبال، ولا نقى مثلا القبر ديال الاب ديالو ما فيها باس ينقي حاجه القبور اخرين ودي حد الاجر. هذا هو كاع المعطيات الحمد لله كنخلوها، وعطى واحد الصدى كبير الحمد لله في المقابر وحتى في الجمعيه الحمد لله. عطى واحد الصدى كبير اللي ولاو واحد الجمعيات كنزودوهم بعض المعدات وكنزودوهم بعض الاعمال اللي كنقوموا بهم كنشاركوا معاهم الحمد لله. هما بدا يقوموا بتنظيف المقابر. هضرت على الشعوذه داخل المقابر، وهذه القضيه الثقافه تاع الشعوذه في المقابر تفشات كثير، علاش في رايك؟ وعلاش هاد المشعوذين تيختاروا المقابر باش يديروا هاد الاعمال ديالهم؟ كما كنقولوا كنمشيو لبعض المقابر كنلقاو فيهم كما كنقولوا عدد كبير من الاعمال الشعوذه، انه اللي كيكون ناتج على ما كايناش المراقبه، وثاني حاجه ما كتكونش واحد الكاميرا اللي كتكون متخصصه في هذيك المقبره اللي غتاخذ بعض الصور الزوار اللي كيكونوا مثلا كيديروا هاد الامور ديال الشعوذه. سي احمد مرزاق شكرا جزيلا على قبول الدعوه، متتبعي قناه انفاس بريس الى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله.